اهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم تتابعوننا في برنامج في من داخل فلسطين او من خارجها. اهلا بكم في برنامج حال السياسه لهذا اليوم. ارحب بكم وارحب بضيفتي في الاستوديو لهذا اليوم ست امال حمد، عضو اللجنه المركزيه لحركه فتح. اهلا وسهلا فيك ست امال. اهلا بك ست امال. اليوم كان اليوم واستكمالا لجلسه الامس اجتماع اللجنه المركزيه، الان في هذه الاثناء ايضا اجتماع اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه، وطبعا يوم غد سيكون جلسه للمجلس الثوري الفلسطيني. ما خرجت في حركه او اعضاء اللجنه المركزيه في بيانها نستعرض مع الزميله فرح الشوى لنناقش واياك ما تم الحديث فيه في اجتماع اليوم واجتماع الامس داخل الحركه. تابع التقرير. عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها الثاني اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس محمود عباس، ركزت فيه على إضراب المعلمين والجهود المبذولة للدفاع عن العملية التعليمية، مؤكدة تفهمها الكامل لمطالبهم وإصرارها على العمل مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتأمين هذه المطالب في إطار الإمكانيات المتاحة. وبناء على ذلك دعت اللجنة المركزية إلى إنهاء الإضراب فورا والعودة إلى المدارس. في مستهل الجلسة التي بدأت أمس بمقر المقاطعة، أطلع الرئيس محمود عباس أعضاء اللجنة المركزية على نتائج جولته الآسيوية الأخيرة والتي شملت اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، ولقائه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان، بالإضافة إلى اتصالاته مع كافة الأطراف الدولية الأخرى، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ماضية في إجراء المشاورات مع كافة الأطراف الداخلية والعربية والدولية لتحديد الخطوات اللاحقة. من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة وعضو اللجنة المركزية نبيل أبو ردينة إن اللجنة المركزية تعيد تأكيد على قرارها باستمرار النضال وصولا إلى استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وأضاف أن اللجنة المركزية تشيد بالمبادرة الفرنسية القاضية بعقد مؤتمر دولي للسلام وبهذا التجاوب الدولي مع هذه المبادرة، مؤكدا إصرار حركة فتح والقيادة الفلسطينية على عقد هذا المؤتمر الدولي وإطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية. وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أكد أبو ردينة دعم حركة فتح المطلق لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بصلاحيات كاملة وتحضر لإجراء الانتخابات العامة ومتابعة هذه الجهود لتحقيقها والالتزام بها. وحول الوضع الداخلي لحركة فتح، أشار أبو ردينة إلى أن اللجنة ناقشت الاستعدادات لعقد الدورة 16 للمجلس الثوري لحركة فتح، والتي ستعقد خلال اليومين القادمين، إضافة لمتابعتها لتقارير اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السابع للحركة. إذن مشاهدينا الكرام، مع ست أمال الحمد نبدأ بالنقاش أولا وللحديث عن وضع اللجنة المركزية وتلاحم أعضائها. هل كان هناك غياب من أعضاء اللجنة المركزية في اجتماع اليوم والأمس؟ طبعا باستثناء الأسير القائد مروان بربوثي والأخ سليم الزعنون، أولا لأنه يعني في كل الظروف لا يتمكن من الحضور نتيجة لوضعه الصحي ونتيجة لإقامته الدائمة في عمان. ما عدا ذلك كان الحضور بكامل أعضاء اللجنة المركزية في الجلستين التي عقدت بالأمس والتي عقدت اليوم، كان حضور كامل برئاسة الرئيس محمود عباس ونقاش جدي مسؤول من قبل كافة أعضاء اللجنة المركزية. كان أنا بدي أقول في حالة انسجام وفي حالة تكامل ما بين أعضاء اللجنة المركزية، في مسؤولية في النقاش تجاه طرح كافة القضايا سواء لها علاقة بشأن الداخلي أو القضايا الوطنية أو القضايا على الصعيد الدولي. نعم. واستعرضنا في التقرير القضايا في شأن الدولي والداخلي أيضا وما تناولته أيضا حركة فتح في اجتماعها أو عبر قيادتها فيما يخص المجلس الثوري، لكن نسأل ردا على بعض الأخبار والتقارير التي تداولتها بعض المواقع وتلقفتها أصحاب أو الجهات صاحبة المصلحة في إظهار أن حركة فتح هي حركة مشرذمة، حركة داخلها تيارات متعددة، أقطاب المركزية في الحركة، وخصوصا أيضا بعدما جرى مؤخرا مع الأخ عباس زكي والملف الإيراني، وأنه بعد زيارته أنه أيضا الفصائل مع الإيرانيين اجتمعوا في لبنان دون أن يتم التوجيه أي دعوة لحركة فتح سواء مع أبو مشعل أو مع غيره، وتم الحديث عن لغط فيما بعد ذلك. هذا الملف أيضا كيف كان؟
يعني أول بدي أقول تاريخيا إحنا في حركة فتح طبيعي أن يكون في تباين في وجهات النظر، وهي التباين يطرح على طاولة اللجنة المركزية، وإلا لولا التباين بكونش في نقاش وفي قرارات، وإلا كان ما احتجناش لجلسات نتناقش فيها ونتحاور عشان نوصل لقرارات تجمع عليها اللجنة المركزية. هذا شيء طبيعي وبديهي في كل المحطات. في فرق ما بين التباين والاختلاف وما بين مسميات الأقطاب يعني الشرذمة اللي بتم الحديث عنها. لا يوجد شرذمة ولا يوجد أقطاب، يوجد بعض التباينات في وجهات النظر. القضية الثانية أخي أبو مشعل القائد وعنوان، إحنا بنعتز في كافة أعضاء اللجنة المركزية بنعتز وبنفتخر بالأخ أبو مشعل بتاريخه بحضوره بثقله الفتحاوي ووزنه. وأنا بدي أقول حضر جلسة الأمس وحضر جلسة اليوم لم يجري أي شيء خارج السياق بالمطلق، العكس كان في وضوح في الرؤية، تم توضيح الصورة بشكلها الحقيقي، لأنه يعني يبدو كان في لبس في بعض القضايا، كان في سوء فهم لبعض القضايا. الأخ أبو مشعل وضح الصورة بشكلها النهائي، وإخواني باللجنة المركزية كان موقف واضح. إحنا موقفنا واضح، إحنا جزء من حلف عربي، الحلف العربي اللي يعني بعدنا القومي وبعدنا الوطني وبعدنا العربي أكيد جزء أصيل في هذا الحلف، لكن مع أن نكون في حالة تكامل مع أي جهة تدعم الشعب الفلسطيني من خلال شرعيته ومن خلال بوابته الرسمية. بوابته واضحة وعناوينه واضحة، العناوين الأساسية منظمة التحرير، قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس. إحنا مش بحاجة لأي يعني عناوين جديدة ولا لأي هيمنة أو تدخل جديد من أي طرف كان. وأنا فقط بدي أسأل، سواء إيران أو غير إيران، لو الصورة مقلوبة وأراد أي حزب سياسي أو حتى الدولة الفلسطينية وعندها إمكانيات تتدخل لدى الشعب الإيراني، هل الدولة الإيرانية بتسمح لنا بذلك؟ أنا بدي أقول تدعم دولة فلسطين فصيلاً أو حزباً، فصيلاً أو حزباً أو شخصاً أو شعب، لا، في عناوين دائما للدول. العلاقات بين الدول مطلوب ان تحترم من خلال عناوين الدول ومن خلال يعني قيادات هذه الدول. وبالتالي انا بقول اخي ابو مشعل له احترام وتقدير، لم يكن هناك اي اشكاليه في حضوره في اللجنه المركزيه، ولم يكن هناك اي تجاذبات حتى في داخل اللجنه المركزيه، بالعكس هو الكل يقدر ثقله ووزنه في اللجنة المركزية ويقدر تاريخ أخي أبو مشعل. لكن مع ذلك إحنا بننحاز في علاقاتنا بالتأكيد لعلاقاتنا العربية اللي بنثمنها واللي بنشكر الدول العربية على دعمهم وتأييدهم لقضيتنا الفلسطينية. ومع ذلك إحنا مع أي دعم سياسي أو حتى دعم معنوي للشعب والقضية الفلسطينية من خلال أطرها الرسمية وقياداتها الشرعية. هذا هو عنواننا وهذه هي قرار حركة فتح وقرار القيادة الفلسطينية. طيب استكمالا لذلك، محمود الزهار، يعني أنا بعرف مش كثير ناس بتحب أذكر أسماء القيادات، لكن هي التصريحات معبية الصحف والوكالات. محمود الزهار بالقيادة في حركة حماس بيقول فتح إذا عملت انتخابات فهي انتحرت، وأنا أؤكد أنها لن تعمل انتخابات لأن فتح الآن جناحين، جناح دحلان وعباس، وناهيك عن أن مروان البرغوثي أصبح تيار، وجبريل الرجوب تيار، وماجد فرج تيار، والطراوي تيار، وسلام فياض تيار، وبالتالي من سينتخب من؟ هذا الكلام ومحاولة تصويره، يعني ممكن شوي حركة حماس أيضا لديها مشاكلها في هذه المرحلة وسنناقش، لكن أن يخرج محمود الزهار بهذا التصريح عن مسألة الانتخابات ومسألة الحالة الداخلية للحركة. أنا بدي أقول شغلتين. الشغلة الأولى أنه تاريخيا حركة فتح مستهدفة، لأنه حركة فتح لم يسجل عليها أي تبعية لا إقليمية ولا دولية ولا أجندات خاصة، وكانت دائما أجندتها وطنية، وبالتالي كان أكثر من طرف يسعى من النيل من حركة فتح. استهدفت من الاحتلال، استهدفت من الأمريكان، استهدفت من أطراف خارجية ودولية عدة، وبالتالي وعربية أكيد. وبالتالي هذا الاستهداف وحديث محمود الزهار أو حديث غيره شيء طبيعي. لكن أنا بدي أقول بس لحركة حماس بشكل واضح، نذهب للمصالحة، ننفذ المصالحة وجربونا في الانتخابات. هلا الحكم الشعار، ما أنا ممكن أحكي عن حماس من هلا بكرة عن الإشكاليات
اللي في داخل حماس وعن الأزمات الداخلية وعن من يهيمن على من؟ هل العسكري يهيمن على السياسي ولا السياسي يهيمن على العسكري؟ هل الداخل يتحكم في القرار ولا الخارج يتحكم في القرار؟ من صاحب القرار الأساسي والمركزي في حركة حماس؟ مين توجه الحسبة إيران ولا حسبة قطر ولا حسبة تركيا ولا حسبة أنو حسبات وأنو أجندات؟ ما هم إذا بدنا نيجي نحكي عن التوجهات والحسبات لا بيخلصش. بس إحنا دائما بحركة فتح نربع بذواتنا عن أنه نتحدث عن أي فصيل فلسطيني وبنحافظ على صورة كل الفصائل الفلسطينية لأنه بالنهاية هذا فصيل فلسطيني جزء من الشعب الفلسطيني. لكن بنسمحش لحد أن يطاول على حركة فتح. حركة فتح حركة متجذرة في التاريخ وإحنا عمرنا ما كنا على قارعة الطريق. إحنا حركة عابرة للزمن دفعنا من الشهداء وصمدنا على الأرض وقاومنا المحتل وصمدنا وصبرنا اللي فيش حركة قدرت تصمد زي ما صمدت حركة فتح ولا قدرت تواجه كل التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وأنا بقول إذا في حدا عنده حس وطني مسؤول المفروض يشكر حركة فتح على صمودها وصبرها وقدرتها على أنها تقول لا للأمريكان، لا للاحتلال، لا لكل الضغوط الإقليمية والعربية والدولية. صمدنا وذهبنا وانتزعنا قرارات في الأمم المتحدة، انتزعنا قرارات في ذهبنا للمحكمة الجنايات الدولية وانضممنا إليها، ذهبنا إلى العديد العشرات من المؤسسات الدولية. ما زلنا نقود الهبة الشعبية، هبة شعبية في مقاومة حقيقية. 80% من الشهداء هم من أبناء حركة فتح. بالتالي هذه الحركة المتجذرة مش مسموح لحدها أنه ينال منها ولا أنه يحاول يصنفها بين هنا وهناك. الفيصل بيننا وبينهم الصندوق هو الحكم. الصندوق يعني الشعب الفلسطيني، يعني إرادة الشعب الفلسطيني. وإحنا دائما بنعتز بشعبنا الفلسطيني، بنعتز بإرادته وبنعتز بجماهير حركة فتح ومؤيدين ومؤازرين حركة فتح، وبنتوجه إليهم في كل لحظة بكل التحية والتقدير على صبرهم على الحركة وعلى صبرهم على الألم والمعاناة من الاحتلال ومن غير الاحتلال. يعني بلاش نحكي كتير عما يجري في قطاع غزة، لكن أنا بدي أقول إحنا حركة ما زالت قوية، ما زالت ملتفة حول جماهيرها وشعبها، وما زالت دائما في خندق الشعب الفلسطيني في مواجهة كل التحديات. وأنا بقول إحنا حالة واحدة، عندنا تباينات نعتز بها، تباينات من أيام الشهيد رمزي ياسر عرفات وأيام أبو جهاد وأيام أبو أيام العمالقة، العمالقة العظماء كان في عندنا تباينات، وهذا كان هي هذا ما يميز حركة فتح، حركة الشعب الفلسطيني. إحنا اسمنا حركة الجماهير، اسمنا حركة الشارع، اسمنا تنظيم من لا تنظيم له. احنا بنضم الشعب الفلسطيني كله وحركة الجماهير كله، وبالتالي طبيعي ان يكون في تباين واختلاف، لكن مش تيارات. في فرق بين كلمة تيارات وحسبات وبين بين مفهوم التباين التعددية في وجهة النظر. هذا لا، انا بقول صندوق الاقتراع فيصل انا اتحدى ان يذهب الى المصالحة بشكل حقيقي، ولنشكل حكومة وحدة وطنية ولنذهب قدما إلى انتخابات تشريعية ورئاسية. طيب سيد أمال، أيضا أعود إلى الملفات التي نوقشت على طاولة المركزية. شكرا للطمأنة على حال فتح، ونتمنى هذا دائما هي تكون قوية، لأنه دائما نقول حركة فتح هي عمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، البوابة الشرعية للشعب الفلسطيني. مخيم قلنديا وما جرى يوم أمس كان حدة تصعيد فيه عالية. طبعا في شهيد شاب إياد عمر سجدية 22 عام، طالب بكلية الإعلام في جامعة القدس، استشهد فجر اليوم بعد اقتحام مخيم قلنديا من قبل الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس. إصابته كانت في الرأس، طبعا نترحم عليه. وفي 4 إصابات بالرصاص الحي و6 إصابات مطاط. طبعا اللي سمع الصوت الاشتباك يوم أمس وشاهد الحالة اللي تعامل معها الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي مع المخيم بعد فقدان التواصل مع جنديين من جنوده، اعتقد بأنه مش إعادة احتلال، لا هو حصار، وأصبح تحول المخيم إلى ثكن عسكرية. عدد كبير من الجنود الاحتلال، طائرات F-16 أيضا كانت تحوم في السماء، جرى على أساسها تصريحات في الجانب الإسرائيلي. لكن التصعيد بحد ذاته واستهداف المخيم، وأن يأتي سواء هورتسوغ زعيم المعارضة ليقول كان يجب الانسحاب من مخيم قلنديا وتنفيذ خطة الانفصال عن الفلسطينيين. بنت من ناحية أخرى وزير التربية والتعليم خرج بخطة متكاملة بوجهة نظره، سنناقشها معك ست أمال، وأتمنى أن تكونوا ناقشتوها في المركزية أيضا. النوايا الإسرائيلية
يوم أمس أمين مقبول قال بأن الدور الإسرائيلي موجود بيننا في المجتمع الفلسطيني وله يد. التحديات والاستعداد لها على طاولة المركزية كيف كان شكله وماذا ناقشتم فيه؟ يعني أنا بدي أقول أنه التصعيد مش لحظي ومش آني. والاستهداف للشعب الفلسطيني يعني من لحظة ما فقدنا لغة يعني كنا بنحكي أنه في مجال حل الدولتين. اليوم وصلنا إلى قناعات راسخة أنه لا يمكن أن يكون مع الاحتلال الإسرائيلي هناك وصول لأي حل سياسي بالمطلق، لأنه نتنياهو وحكومته المتطرفة لا تؤمن بأي حل سياسي، تؤمن بالغطرسة والقوة والقتل والجبروت واستهداف الشعب الفلسطيني. واللي صار من هبة شعبية في الضفة وفي قطاع غزة أيضا نتيجة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة يعني سرقة مزيد من الأراضي، نتيجة للاقتحامات اليومية، نتيجة لتدمير المنازل، نتيجة لعملية القتل المبرمج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة لحرق أبناء الشعب الفلسطيني، جدار الفصل العنصري، يعني في سلسلة متكاملة بهدف يعني ضحض أو السعي تجاه إلغاء أي عملية سياسية قد نذهب إليها. وإحنا وصلنا لهذه القناعة أنه فيش مجال، عشان هيك نحكي عن مؤتمر دولي الآن، لأنه ما إحنا في ساحة إسرائيل بتلعب فيها وأمريكا بتلعب فيها والإقليم بلعب فيها وقطر وتركيا وإيران بلعب فيها والأيدي الخفية والأيدي الداخلية كمان بتلعب، وهاي الساحة ساحة مفتوحة في ظل انشغال الأمة العربية والدول العربية بإشكالياتها الداخلية. بالتالي أصبحت البوصلة تجاه التعاطي مع أنه قضية فلسطينية ذوبانها، إنهاءها، إنهاء مفهوم حل سياسي، إنهاء حقوق الشعب الفلسطيني وتنازعنا. أنا بدي أقول أنه قضية التخلي عن مخيم قلنديا وأنه تنصر منه، أنا بقول هو كأنه مطلوب أنه تنصر من مسؤولياته. إحنا الآن دولة تحت الاحتلال، دولة تحت الاحتلال في حدود الرمل من حزيران، دولة معترف بها من قبل مجلس الجمعية العامة وإن كانت بصفة مراقب. مطلوب من الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولياته في أراضي عام 67 في أراضي الدولة الفلسطينية. قضية أنه أنا بدي أتخلص منها وأرميها في وجه السلطة الوطنية الفلسطينية، أتحدث عن القرى الـ 28 مزيد من أعباء جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية أنها تنصر لها. أنا بدي أقول له لا، إحنا دولة في حدود الرمل من حزيران معترف فيها، مطلوب أنه ينسحب الاحتلال الإسرائيلي، مش انه يرميها في وجه السلطه الفلسطينيه، لا، مطلوب ان ينسحب الاحتلال الاسرائيلي من اراضي الدوله عام 67 بما فيها القدس الشريف. هذا العنوان وهذا الاساس اللي احنا بنحكي فيه واللي فيش مجال لا نروغ فيه ولا نناقش فيه. اما قضيه انه في مقاومه، هذا حق مشروع، مقاومتنا للمحتل حق مشروع، كفلته لنا الشرائع السماوية، كفلته لنا القوانين والاتفاقيات الدولية، كفلته لنا حتى حقنا الإنساني والأخلاقي والوطني والسياسي أنه نواجه الاحتلال الإسرائيلي بكل موتينا. بالنهاية إحنا موجودين داخل منازلنا، داخل بيوتنا اللي مبارح كان في قلنديا، مخيم قلنديا من الساعة 11 للساعة 3:30 الصبح 4 الصبح، ما تركوش وسيلة، بالطائرات ضربوا، بالمدفعية ضربوا، بالدبابات اقتحموا، كان عسكرية كاملة، ما خلوش وسيلة إلا استعملوها ضد مواطنين عزل. في الخلاصة لم يتمكنوا أن ينالوا من مخيم قلنديا، وهلا هو الحديث اليوم أنهم تخلوا عن مسؤوليتهم، لأنه كانوا فعلا أدركوا أنه في مقاومة حقيقية، في شعب فلسطيني صامد على أرضه، فيش مجال أنه يتنازل عن حقوقه تحت أي ظرف كان، وبالتالي هم شعروا أنه هذا عبء عليه، مطلوب هذا العبء يتخلصوا منه ويرموه في وجه السلطة الوطنية الفلسطينية. إحنا لا، بنقول أنه أراضي عام 67 بالكامل هي حق للشعب الفلسطيني في حدود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي مطلوب حماية دولية، حماية دولية للشعب الفلسطيني، أن تحمي شعبنا الفلسطيني من كل القتل وأدوات القتل الميداني والدمار والعقاب الجماعي اللي بتمارسه دولة الاحتلال على شعبنا في كافة الأرجاء. وبالتالي احنا ناقشنا الهبة الشعبية بشكل واضح، وناقشنا كيف لنا أن يكون لنا دور أكثر فاعلية كمان في الهبة الشعبية، كيف ممكن نوسع الهبة الشعبية، كيف ممكن شعبنا مطلوب منه مزيد من المقاومة والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي، لأنه عنواننا بالأساس اليوم هو صمودنا على أرضنا، مقاومتنا للمحتل، يعني طلب حماية دولية وطلب ضغط إقليمي وضغط حقيقي دولي على دولة الاحتلال ضد كل ممارستها اللي بتمارسها ضد الشعب الفلسطيني. بالتالي سنذهب أيضا إلى مجلس الأمن،
سنتقدم بطلب ضد موضوع الاستيطان اللي ما زال مزيد من سرقة الأراضي بمشروع قرار. نعم. وأنا أتوقع أنه سيصدر قرار من مجلس الأمن تجاه عدم شرعية الاستيطان في حدود الرابع من حزيران. سنذهب إلى مؤتمر دولي والحراك اللي بيقوم فيه السيد الرئيس يعني مبادرة فرنسية تجاه يعني مؤتمر دولي. الهدف من وراء أولا أنه اللاعب الأساسي كان في القضية الفلسطينية هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لديها انحياز كامل باتجاه دولة الاحتلال متعاطي معها، وبالتالي آن الأوان الرباعية لم يعد لها دور حقيقي في القضية الفلسطينية. نأمل أن يكون مؤتمر دولي وأن نخرج برؤية على صياغة وعلى طب ما استمعت في من السيد الرئيس حول هذا الأمر واجتماعه مع جون كيري بعمان، هل يبشر بقرب ذلك؟ أنا بدي أقول إحنا كما تحدثت أنه أمريكا في عندها انحياز واضح، انحياز واضح تجاه إسرائيل والتعاطي مع دولة الاحتلال، وأنه يعني قديش بيعتبروا أنه الاستيطان غير شرعي، قديش بيعتبروا أنه حق في مقاومة الاحتلال، قديش بيعتبروا أنه من حقنا نقيم دولة. لكن لحظة القرار لا، أكثر بيكونوا بتعاطوا مع الاحتلال الإسرائيلي وبدعموا دولة الاحتلال. عشان هيك إحنا سنذهب قدما رغم كل الأحوال الظروف إلى المؤتمر الدولي بهدف انتزاع الدولة الفلسطينية اللي تم الاعتراف بها، بهدف تكريس وجودها. والحديث الآن يجري بالانتقال من السلطة إلى الدولة، لأن السلطة فقدت دورها. الاقتحامات المتتالية اللي بحكي عنها نتيجة لأنه السلطة كانت نتاج لاتفاق أوسلو. الآن دولة الاحتلال أخلت بالكامل باتفاق أوسلو ولم يعد منه شيء على الإطلاق، وبالتالي جرى حديثنا كيف لنا أن ننتقل الآن من السلطة إلى الدولة باعتبارنا الآن دولة تحت الاحتلال، وبالتالي مطلوب أن نشكل مؤسساتنا بما ينسجم مع مفهوم الدولة الفلسطينية، سواء عبر برلمانها، سواء عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني ولجنة تنفيذية جديد، سواء عبر وضع مجلس تأسيسي وقوانين وإجراءات جدية. وبالتالي جرى الحديث في كافة الاتجاهات، سواء عملنا على الساحة الداخلية أو عملنا في الساحة الدولية والمجتمع الدولي ولقاءاتنا مع عدد كبير جدا من دول العالم. بالتالي سياقنا السياسي ما زال واضح، وسياقنا مع دولة الاحتلال تحديد طبيعة العلاقة. طب هي هذا اللي فتح النقاش، طبيعة العلاقة مع الاحتلال الآن يتم الحديث فيها بشكل جدي، لأن الاقتحامات المتكررة لتحديد المناطق ألف لم يعد مجالا للتعاطي معها بالمطلق، لم يعد مجال لأن نقبل أن يكون هناك اقتحام لأي منطقة في ألف، لم يعد مجال لأن نقبل هدم أي منزل، لم نعد مجال لأن نقبل قتل أبنائنا في داخل منازلهم. وبالتالي الآن الحديث في جدية حقيقية تجاه آليات وإجراءات بتحديد طبيعة العلاقة مع الاحتلال في المحطة القادمة. طيب. وأنا هذا بحكيهوش كشعار، بقدر ما الأيام القادمة سيكون فيها قرارات جدية في آليات التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي. طيب هذه القرارات ما هي اللي اعتبرها الكثيرون بأن ما تقوم فيه إسرائيل اليوم هو رد واستباق لهذه الخطوة، وأيضا من تتطابق مصالحه مع إضعاف السلطة الفلسطينية أو إضعاف القيادة الفلسطينية وإرهاقها في قضايا بعضها هامشي بعضها داخلي بعضها مطلبي بعضها إلى آخره، وفي كلها توقيت واحد. يعني يكثر الحديث عن من سيخلف الرئيس مثلا، قضية إضراب المعلمين والأزمة الأخيرة هي قضية مطلبية لكن يجري التعنت فيها واستعصائها بطريقة أكبر من ما يجب أن تكون. من ناحية أخرى المزايدات وحادثة بلغاريا عمر النايف والانتهازية السياسية التي برزت أيضا على السطح والمزايدة سواء على السفارات أو على السلطة، وأن التحقيق مع أن التحقيق لم ينتهي. لكن أن نسمع أيضا من إسرائيل، وأنا ما يهمني أكثر هو الجانب الإسرائيلي وتصريحاته. عندما يتحدث بنت عن خطة ممنهجة عرضها لمواجهة الإرهاب بين مزدوجين على حد زعمه طبعا وبوصفه في الضفة الغربية بعد نجاح إسرائيل في وقفه في مدينة القدس أيضا على حد زعمه، بيقول أنه أولا يجب منع التحريض من خلال إغلاق كافة القنوات الإذاعية والتلفزيونية الفلسطينية التي تمارس التحريض واعتقال الفلسطينيين الذين يمارسون التحريض وتقديمهم للمحاكمة. وقال إن هذا الاقتراح يسير في الاتجاه الصحيح وقريبا سوف يجد ترجماته على الأرض. هنا كان هدد أيضا بإغلاق تلفزيون فلسطين في السابق.
ثاني، تغيير معادلة الردع، ماذا يحدث اليوم؟ المخرب الفردي يقول لنفسه بحسب وصفه طبعا: اذهب للموت واحصل على الحواري في الجنة، وعائلتي تتلقى راتب شهري لآخر العمر، وسأكون بطلا، إنها صفقة جيدة، يجب تغيير هذا الأمر. بحسب نفتالي بينت أيضا: دفن منفذ العمليات في مقابر مجهولة في النقب أو الجليل حتى لا يكون له قبر معروف. هدم كافة المنازل التي يصفها غير قانونية في البلد التي خرج منها المخرب، يعني عقاب جماعي، وإلحاق الضرر بالبيئة المحيطة بها والتي ساندته، ومعاقبة كل من يدعم ويؤيد ما قام به وبشكل شديد. يقول: فرض حصار وإغلاق كامل، وفرض حظر التجول على كل قرية أو بلدة فلسطينية يخرج منها مخرب، طبعا بين مزدوجين كما يقول بنت. منع وصول الأموال من السلطة الفلسطينية لعائلات هؤلاء منفذي العملية بشكل مطلق. طبعا العنصر الثالث لن عناصر الدفاع، وقال أنه لن يدخل عميقا، وأنه يعمل لدفع هذا الأمر في المجلس الوزاري المصغر الكابينت. وقال: يجب أن أذكركم بأننا صوتين فقط في الكابينت، يجب منع أي حركة فلسطينية تشكل خطر وتهديد لحياة اليهود. يعني أنا بدي أقول أولا هذا مش جديد، هذا هروب للأمام، هروب للأمام من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هلا لولا انه مقاومه شعبنا الفلسطيني يعني شكلت قوه ردع حقيقيه لدى الجانب الاسرائيلي لما فكر بنت في هذا التصريح بشكل يعني المتكامل. السياق الثاني انا بقول انه الشهيد لما بروح بيستشهد بفكرش وين اندفن، بفكر انه استشهد دافع عن وطنه، لانه مقتنع انه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا هي ممارسات يعني فاقت حدود تحمل حدود الإنسانية، ومقاومته مقاومة مشروعة في وجه محتل غاصب للأرض، وبالتالي هذا حق مشروع. القضية الثالثة أنه إحنا بنعتبر أنه بغض النظر عن ماذا سيقوم بنت أو حتى نتنياهو أو كل متطرفين الجانب الإسرائيلي، لا، صمود شعبنا في وجه الاحتلال كان دائما أسطورة وكان تحدي. وأنا بقول أكثر من ذلك، القيادة الآن متلاحمة مع شعبها، والأيام القادمة ستثبت أكثر أنه في تلاحم حقيقي بين القيادة وبين الشعب وعلى أرضية الصمود ومقاومة الاحتلال وعدم الرضوخ لأي إملاءات ولا أي ضغوط، لا مالية ولا سياسية ولا أمنية ولا أي ابتزاز، لا سياسي ولا بأي شكل كان ولا اقتصادي. أنا بقول أنه النقاش عندنا كان نقاش مسؤول في اللجنة المركزية، واضح الأفق في خطواتنا القادمة أنه قد يكون هناك واقع صعب، لكن في التفاف حقيقي من قبل القيادة والشعب في مواجهة هذا الاحتلال. بالتالي فليتحدث كما يرى. عشرات الألاف من الأطنان المتفجرات أسقطت على غزة، ومع ذلك غزة استمرت وصمدت، وصمدت لأنه فيها شعب اسمه شعب فلسطين الصامت في وجه الاحتلال. وهذا الشعب في غزة والقدس وجنين والخليل ورام الله وقلقيلية وقلنديا مختلفش عن بعضه، هو نفس الشعب، والقيادة هي نفس القيادة، قيادة الشعب الفلسطيني هي نفس القيادة، هي دائما ملتفة مع شعبها، وبالتالي رغم عشرات الآلاف من الأطنان لكن ظل الشعب الفلسطيني صامت. طيب كل ممارساتهم في القدس، أنا بقول لك الهبة في القدس ما زالت قائمة وما زالت عنوان، واحنا اللي بنحدد ادواتها والياتها، مش الاحتلال الاسرائيلي بحدد وقتيش بده يختار وقتيش ممكن تكون مقاومه، لا، ابناء الشعب الفلسطيني هم اللي بحددوا وقتيش ممكن تكون مقاومه وقتيش ممكن تكون هدوء وقتيش ممكن اكثر نستمر وايش الياتنا وادواتنا في المحطات القادمه. لكن انا بقول لبنت كل تهديده وكل اللي ممكن يعمله مش راح يرهب الشعب الفلسطيني. اعلامنا حقنا، مقاومتنا هي حقنا، مقاومتنا الداخلية والخارجية، لكن اللعب في الساحة الداخلية خلينا نحكي في الساحة الداخلية كمان ستة مان. مسألة الموظفين عفوا المعلمون، وقلتم في بيانكم بأنه الجهود المبذولة مؤكدة تفهمها الكامل اللجنة المركزية لمطالب المعلمين وإصرارها على العمل مع الحكومة والجهات العلاقة لتأمين هذه المطالب في إطار الإمكانيات المتاحة، وبناء على ذلك دعت اللجنة المركزية لإنهاء الإضراب فورا والعودة للمدارس. من هي الجهات ذات العلاقة؟ يعني الحكومة مفهومة، الجهات ذات العلاقة مين؟ يعني الاتحاد، اتحاد المعلمين تم تقديم استقالته والمعلمين بيقولوا لا يمثلنا، وتم وجرى فرز تنسيقات وقيل بأنها يعني معتمدة
عند بعض الجهات، مش معنا الجهات الرسمية ولا حركات فتح، أتحدث عن جهات حاولت استخدام. يعني أنا بدي أقول بشكل واضح، أولا إحنا في حركة فتح مع مطالب المعلمين المشروع اللي تضمن لهم حياة كريمة ولقمة عيش كريمة. أنا كنت معلمة، والرئيس محمود عباس كان معلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معلم، والمعلم دائما اللي بيجمع بين حقه وبين حق الشعب الفلسطيني. المعلم بطلب اليوم بحقه وهذا شيء طبيعي، لكن كمان في حقوق لناس آخرين، في عشرات الآلاف من الطلاب، عشرات الآلاف من الطلاب اللي مطلوب ندافع عن حقوقهم وهو كمعلم يدافع عن حقه. بالتالي مطلوب يكون في توازن ما بين الاثنين، ما بين حقك كمعلم ومواطن وما بين حق أبناء الشعب الفلسطيني من عشرات الآلاف من الطلاب. بالتالي إحنا بننتصر للمعلم ومنتصر لشعبنا ولطلابنا ولأبنائنا اللي إذا استمروا أكثر من ذلك سيتم تجهيل أبناء الشعب الفلسطيني. وإحنا ما عندناش إشي ننظر فيه، لا عندنا بترول ولا بنزين، عندنا الإنسان. مطلوب ندافع عنه، ومطلوب ندافع عن المواطن والمعلم، بس كمان مطلوب ندافع عن الطالب وإنه يعود لحياته التعليمية السليمة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية الفيصلية، إحنا عندنا أطر واضحة. المنظمة التحرير هي ممثل الشارع للشعب الفلسطيني، الاتحاد العام للمعلمين شكل عام 65 كإطار من أطر منظمة التحرير، وهو الممثل الشرعي للمعلمين. هذا الاتحاد العام اللي بنحكي عنه نفس الاتحاد العام اللي في 2013 هو اللي جاب المطالب والوثيقة اللي بكافة المطالب اللي اليوم المعلمين بطالبوا تنفيذها، نفذ منها 90% أو 70% من طالب بتنفيذ باقي أجزائها، هو هذا الاتحاد هو اللي أنجزها. بالتالي الحديث عن وجود أجسام جديدة أو أجسام بديلة، أنا بعتبر هذا ضرب أولا لحركة المعلمين كمعلمين، ثانيا ضرب لمنظمة التحرير كمنظمة التحرير باعتبارها ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، لأن أنا بضرب إطار من أطر منظمة التحرير، الاتحاد العام للمعلمين، الاتحاد العام مش وليد اللحظة، بحكي من 65. بالتالي أنا بضرب هذا الإطار، وبالتالي في حدا مستفيد من وجود أجسام جديدة أو بدائل. إيش اسمه تنسيقيات؟ أنا تنسيقيات ما سمعتش عنها إلا في سوريا. هذه الأجسام الجديدة إحنا في حركة فتح بنعترفش بيها، بنعترف بالاتحاد العام للمعلمين، حتى لو كان للمعلمين، يعني ممكن يكون لهم مطلب حياتي يومي لقمة العيش الكريمة، إحنا معهم. ممكن يكون مطلب نقابي كمان، إحنا أيضا مع المطلب النقابي. بس حتى المطلب النقابي في أسس ديمقراطية، أسس ديمقراطية سليمة، في أسس من خلال الديمقراطية ممكن نجري إعادة انتخاب لاتحاد المعلمين. وإحنا الآن بصدد هذا الاتجاه، وإحنا طلبنا من اتحاد المعلمين يقدم استقالته على أرضية أنه يجري انتخاب اتحاد المعلمين، بس طبيعة لا تقبل الفراغ. حتى لو قدم استقالته إلى اللحظة لم تقبل، لأنه ما زال لم ينتخب اتحاد معلمين آخر. بالتالي إحنا الإطار الوحيد اللي بنعترف فيه اتحاد المعلمين. أما أجسام بديلة شكلت، أنا بقول أبعادها سياسية وأجاءت عشان تربك الساحة مرة أخرى، وعشان الأيدي اللي ترعى في الساحة، عشان نطلع نقول لا والله في عنا تيارات مختلفة وفي عنا تجاذبات مختلفة. وأنا بتمنى إنه ما يكونش في أيدي لا حماس ولا الأيدي حتى لا اليسار، وآمل وعي المعلمين يكون أكبر من ذلك، وعيهم بحسهم الوطني وبحسهم النقابي وبحسهم المطلبي وبحسهم الإنساني والأخلاقي، إنه فعلا الآن مطلوب عودة المعلمين كافة إلى الدوام الرسمي. وإحنا كحركة فتح رح ننتصر لكافة حقوقهم، رح نوقف معاهم، بس مش رح نعترف بأي جسم جديد يشكل بالمطلق، لا تنسيقيات ولا أي جسم. هذا لعب بالساحة ولعب بوضعنا الداخلي الفلسطيني، وأنا بقول ساحتنا الفلسطينية لا تحتمل لا أي أجسام جديدة ولا لا أيدي خفية تلعب بساحتنا الداخلية. وأنا بقول أنه بحديثنا شاركنا رئيس الوزراء في جلسة اللجنة المركزية بالأمس على موضوع المعلمين تحديدا، وإحنا انتصرنا للمعلمين ودافعنا عن حقوق المعلمين. وفي الراتب هذا اللي راح ينزل يوم الخميس راح ينزل 2.5% عن شهر 1 و2.5% عن شهر 2، يعني هي 5%. وحال عودة المعلمين إلى عملهم راح يكون 25% من استحقاقاتهم راح ياخذوها،
يعني مش راح ياخذوها في 1/4 ولا ممكن راح ياخذوها في 1/5. وقتيش بداوموا المعلمين كاملة في مواقعهم في أماكن عملهم راح ربع استحقاقهم المطلبي راح ياخذوه والباقي راح ياخذوه قبل نهاية العام. بالتالي إذا بحكي اليوم 5% تم تنفيذها عن شهر 1 و2 وبحكي عن ربع حقهم المطلبي الحكومة راح تنفذه حال انتظام الحياة الدراسية. بالتالي ظل عندي باقي المطالب اللي هي 3/4 راح تنجز قبل نهاية العام. بالتالي في تعاطي جدي من الحكومة رغم الظرف المالي رغم الأزمة المالية اللي بتعيشها الحكومة. أنا بدي أقول جبنا رئيس الوزراء بالأمس قال لنا أنا العام الماضي 500 مليون دولار كانت بتيجي وما جاتش لأنه وجهنا للجنائية الدولية. أمريكا 290 مليون ما دفعتهنش، العديد من دول العالم كمان ضغطت عليها أمريكا وما دفعتش، وإسرائيل ضغطت عليهم، وبالتالي الفلوس اللي كانت تصل للحكومة بطلت تصل، في عجز. مع ذلك طلبنا من الحكومة إنها تستدين من البنوك وتعالج موضوع المعلمين. الآن ما فيش مبرر للمعلمين في الإضراب. أنا بقول إحنا راح نعالج موضوع النقابي بإعادة انتخابات لاتحاد المعلمين، وراح ننتصر لحقوق المعلمين. وعشان هيك طالبنا من كافة المعلمين العودة للحياة الدراسية وأن ينتظموا في مدارسهم، وإحنا مش رح نسمح بتأجيل أبنائنا بالمطلق، مش رح نسمح بأنه أبنائنا يتجاهلوا ولا يتأجل العام الدراسي. كمان تأجيل العام الدراسي إحنا ضد تأجيل العام الدراسي، نلاقي سبل كيف نعالج ونحمي أبنائنا لأنه بتحكي عن عشرات الآلاف من الطلاب عشان نحمي شعبنا. ومش رح نعترف مرة أخرى بأي تنسيقية ولا بأي جسم، ومش رح نسمح لأي أداة ولا لأي حدا يلعب لا بالمعلمين ولا بغير المعلمين. ملاحظة ست أمال أنه أغلب المواضيع يجري فيها سواء الانتهازية السياسية أو العمد، القصد العمد أو الفعل العمد باتجاه سواء الالتفاف على منظمة التحرير أو الالتفاف على دور الأبواب الشرعية إذا صح التعبير، يعني سواء من القاعدة أو من خلال دول مثل إيران أو من خلال تصعيد تركيا وسعادة كنت سأتي على ذكر موضوع الميناء وتصريحات حماس لليوم أيضا تزايد على وكأنه السلطة الفلسطينية تشارك في الحصار. هذا تصريح سامي أبو زهري أنه رفض المركزية فتح إقامة ميناء بغزة يمثل دليلا قاطعا على تورطها في خنق غزة ومحاولة ابتزاز أهلها لأغراض فئوية. من يتحدث عن الفئوية هنا هنا ألف علامة سؤال، معلش اسمحي لي لأنه كل الفترة اللي مرقت وإحنا اللي شايفين. طبعا هذا الكلام كل مواقف لا وطنية أبو زهري لرفض الميناء، هو مش رفض الميناء لكن من يتفاوض عن من ومن يتحدث باسم من ومن الجهة المخولة بإتمام حرية شعبنا ومصيره وأراضيه وميناء وبواباته الرسمية بين الدول ونحكي مع بر رفح. هذا الكلام والرد عليه كل هال يعني بتحسي وكأنه كله هاج مرة واحدة، كله مرة واحدة وكأنه في توقيت في استهداف للقيادة الفلسطينية بشكل واضح، في استهداف للنظام السياسي. النظام السياسي برمته مستهدف، واللي بصير يعني بث الإشاعات هنا وهناك تدخلات من قبل أطراف عدة. أولا أنا بقول أكثر شيء مستهدف فيها رئيس محمود عباس بشكل واضح لأنه هو عنوان شرعية وهو رمزية للشعب الفلسطيني وهو قائد الشعب الفلسطيني. بالتالي هذا الاستهداف لأولا للرئيس محمود عباس، ثانيا استهداف للنظام السياسي وضرب المنظومة السياسية بشكلها الكامل من التشريعي مرورا بكل المؤسسات الموجودة. وأنا بقول هذا لن يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي فقط. إذا في حالة انهيار ممكن تكون في النظام السياسي فقط، اللي ممكن يستفيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي. وإذا إحنا نسمح للاحتلال الإسرائيلي وأدوات الاحتلال الإسرائيلي تلعب في المنطقة، أنا بتصور هذا مطلوب يكون في وعي سياسي، في مسؤولية سياسية، ومطلوب نخرج من حالة انتهازية سياسية. يعني خلينا نحكي في نفس السياق، زي ما حكيت في البداية عمر النايف رحمة الله عليه شهيد استشهد وإحنا بنترحم عليه وعزينا فيه والرئيس محمود عباس عز فيه. وأنا بس بدي أقول جملتين، أنا جاي من غزة وسمعت إشي فعلا أنا شعرته انتهازية سياسية لا تليق لا بمنظمة التحرير ولا بإطار منظمة التحرير ولا بهذا التاريخ الطويل. لما نشكك في القيادة الفلسطينية في الرئيس محمود عباس عيب.
رئيس محمود عباس منذ اللحظة الأولى شكل لجنة تحقيق، لجنة تحقيق فيما جرى، لأنه عمر النايف ناضل شريف معتز به وبتاريخه وبتضحياته، لكن لجنة التحقيق اللي تشكلت كان على رأسها مين؟ عضو مكتب سياسي عمر الشحادة من الجبهة الشعبية، كان مين فيها؟ أخو الشهيد عمر النايف. وهذه لجنة التحقيق الآن هي بتقوم بكامل أعمالها دون أي ضغوط تمارس لا من الرئيس محمود عباس ولا من القيادة الفلسطينية. كمان لما حملنا مسؤولية السفير، السفير مش فتح، خلينا نحكي أكثر وضوحا من ذلك، لأنه دخلنا في بوابة التشكيك اللي مش عيب. السفير جبهة ديمقراطية، ولكن احنا بنحترم السفير وبنحترم النظام السياسي وبنحترم كل قيادات الشعب الفلسطيني، لكن حالة التشكيك اللي دخلنا فيها هذه بتخدمش حدا بالمطلق. حالة الاستهداف اللي استهدفنا فيها قيادات الشعب الفلسطيني كمان هذا ما كانش بصب لا في شهيد ولا في يعني معاناته. بقول اكثر من ذلك، كان مطلوب انه نحمي الشهيد، طب ما السفارة ما قدرش تحمي، لان السفارة بتعيش في دولة لها نظمها وإلها قوانينها ولوائحها، وما قدرتش تخترق هاي القوانين واللوائح. كان مطلوب الحزب اللي بنتمي له الشهيد مفروض يكون له دوره، دوره في الحفاظ عليه. الجبهة الشعبية كان مفروض يكون دور في الحفاظ باعتبار أنه هذا الشهيد مطلوب، مطلوب للاحتلال الإسرائيلي. أنا بقول اللي يستهدف هذا الشهيد هو الاحتلال الإسرائيلي، المساعد الإسرائيلي قتل أبو جهاد وقتل أبو إياد وقتل أبو الهول واستهدف الشهيد ياسر عرفات، واللجنة المركزية حنون الاغتصاب في الجنة، وكلهم باستهداف وبقتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمساعد الإسرائيلي. بالتالي هذا الشهيد مستهدف من قبل الاحتلال زي ما هو مستهدف. الشعبية بتعرف كان مطلوب يكون لها دور زي ما السفارة مطلوب عليها دور. أما نخلي المسؤوليات ونحمل الرئيس محمود عباس ونشكك في الرئيس محمود عباس، انا بقول عيب. هل هذا التشكيك هذا بخدمش للنظام السياسي؟ استعمل عشان استثمر الدقيقه الاخيره فيما يخص ميناء غزه، هل التشكيك ياتي من اجل تمرير قضايا اخرى؟ اعتقد ذلك. اللي بتحدث عن ميناء غزه اليوم بنفس السياق، ميناء غزه اليوم انا بقول احنا في اتفاق اصله كان في ميناء وفي مطار، واحنا المطار تم انشاؤه وطلعت الطيارات وسافرنا من المطار وتم تدميره. المينا بدانا في انشائها بشكل جدي، لكن الاحتلال حال دون ذلك. اليوم احنا بنرفض اي وكلاء يتفاوضوا على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني له عناوينه وقياداته اللي ممكن تتفاوض باسمه. بالتالي احنا مش ضد المينا كمينا، احنا مع المينا ومع فتح معبر رفح ومع فتح كل المحاور اللي تساعد في أهل قطاع غزة أنهم يخرجوا من قطاع غزة. أنا واحدة من قطاع غزة اللي بعيش الألم وبعرف شو الحصار في قطاع غزة، واللي خرجت كل التنظيمات باتفاق تمته اتفاق أو مبادرة اتفاق رفح، اتفاق فتح معبر رفح. إحنا فتح وافقنا، الحكومة وافقت، حماس رفضتها. حماس اللي رفضت، طب رفضها اليوم أقول في بوابة التشكيك، وانه هي اليوم حماس بتمنع فتح معبر رفح، وبالتالي هي متورطة في حصار الشعب الفلسطيني. نفس المنطق اليوم احنا لا، احنا مع مينا، لكن مع انه التفاوض بيجي من خلال القيادة الفلسطينية، من خلال الرئاسة الفلسطينية، من خلال منظمة التحرير الفلسطينية. وبالتالي نحن ضد اي وكلاء لا تركيا ولا قطر ولا اي جهة كانت تتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، واحنا بنسمحش لاي حزب سياسي يحكي باسم الشعب الفلسطيني. ولا نطلع فتح احنا وبس نحكي باسم الشعب الفلسطيني، احنا بطلعش لنا في حكومه بتحكي باسم الشعب الفلسطيني، في منظمه تحرير بتحكي باسم الشعب الفلسطيني، وفي رئاسه منتخبه من الشعب الفلسطيني بتحكي باسم الشعب الفلسطيني. اما حزب سياسي معهوش وكاله، الشعب الفلسطيني ما عطاهوش وكاله بالمطلق، وما عطاهش وكاله لاي دوله اخرى تفرض هيمنتها وسطوتها على الشعب الفلسطيني. معي الاحتلال الإسرائيلي وسطوة الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي مش محتاجين لأي دولة لا إقليمية ولا عربية ولا دولية أنها تفرض وصاية أخرى على الشعب الفلسطيني. هذا سياق حديثنا عن المينا، احنا مع المينا لكن مع بوابات واضحة للحكي. مع مينا مش مع ممر مائي والسيطرة فيه تبقى إسرائيلية بشكل هذا شيء ثاني. إذا أنا بدي أجي على طبيعة المينا اللي بنحكي، لا طبيعة المينا احنا مش مع مجرد ممر مائي او سفينه عائمه في البحر وقت ما بده الاحتلال يسكرها وقت ما بده الاحتلال يفتحها. هذا احنا بنحكي مفهوم المينا الكامل اللي احنا سعينا لها، وعشان هيك مفاوضات مفروض احنا بنخوضها، مش احنا فتح لا، منظمه التحرير اللي من خلال الجهات المخوله بالمفاوضات اللي تعرف شو يعني المينا، شو احتياجات المينا، وكيف اليات الحفاظ على خدمه شعبنا الفلسطيني من خلال المعابر المطلوبه الفتح. شكرا جزيلا لك سيدة أمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، شرفتيني، شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم حال السياسة، حتى ألقاكم يوم غد. هذه تحياتي أميرة حنانية ومن طاقم البرنامج دائما ألف تحية، دمتم بخير وإلى اللقاء.